بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. سماحة مرجعنا الديني الإمام المصلح العبد الصالح الحاج ميرزا حسن الحائري الإحقاقي حفظه الله، سماحة العلامة الحاج ميرزا عبد الرسول نجد مرجعنا الديني حفظه الله، سماحة الشيخ حسين بن شميث حفظه الله، السادة والعلماء الشيوخ أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المرء حين يقترب من إنسان عظيم يشعر بالرهبة، فما بالكم إذا كان هذا الإنسان عالم رباني جليل القدر. ذلك إنني حينما أحاول أن أتكلم نثرا أو شعرا عن مرجعنا الديني الإمام المصلح الميرزا حسن الحائري حفظه الله، أجد كلماتي تتضاءل وتصقر أمام جليل قدره وعظيم مكانته. ومع ذلك فإن ما أسلفت لم يمنعني من المشاركة والتقدير لهذا العالم الجليل. فهل أستطيع قولاً فيه مدحاً؟ فهل أستطيع قولاً فيه مدحاً؟ إذا ما رمت مدحاً للإمام فإنه في الورى علم مبين، إمام مصلح عند الأنام. فكم من حاقد غر تعامى عن الحق المبين لدى الخصام، وحاول طمس نور الشمس بغيا، وهل نور الحقيقة كالظلام؟ ولكن التزمت بقول ربي وقابلت الجهالة بالسلام. فهل أستطيع قولا فيه مدحا؟ إذا ما رمت مدحا للإمام فإنه في الورى علم مبين، إمام مصلح عند الأنام. فكم من حاقد غر تعامى عن الحق المبين لدى الخصام، وحاول طمس نور الشمس بغيا، وهل نور الحقيقة كالظلام؟ ولكن التزمت بقول ربي وقابلت الجهالة بالسلام. أبا عبد الرسول إليك شعري من الأعماق مصدره كلامي، أقول حقيقة لا ريب فيها تؤيده الفضائل في تسامي. أأذكر في دمشق بنيت صرحا بأرض الشام في جنب المقام، بجانب قبر زينب بنت طه عقيلة أحمد خير الأنام. أأذكر في دمشق بنيت صرحا بأرض الشام في جنب المقام، بجانب قبر زينب بنت طه عقيلة أحمد خير الأنام. وللسجاد في طوس أشدتم بناء مركزا حسن النظام، وللفقراء تطعمهم مئات من الخيرات أنواع الطعام. وفي الأرض الجديدة سندياغو أشدت النور في وسط الظلام. وباكستان سل إن شئت عنه فأفعال تجيب عن الكلام، ستخبرك الأرامل واليتامى بأنواع الرعاية كل عام.
فكم من أسرة نشأت بفضل من المولى القدير وذا الإمام. وفي الأرض الجديدة سندياغو أشدت النور في وسط الظلام، وباكستان سل إن شئت عنه فأفعال تجيب عن الكلام، ستخبرك الأرامل واليتامى بأنواع الرعاية كل عام. فكم من أسرة نشأت بفضل من المولى القدير وذا الإمام. وفي كندا ولندن كيف أضحت مآثر لا يوفيها كلامي، فشكرا للإله بأن حبانا تقيا عالما نسل الهمام. أبوه فشكرا للإله بأن حبانا تقيا عالما نسل الهمام. أبوه صاحب الأحقاق حقا وذو فصل الخطاب لدى الخصام. وسل كل الأنام عن ابن موسى، وسل كل الأنام عن ابن موسى ووالد جعفر نعم الإمام، فتخبرك المنارة كل يوم إذا حان الأذان على الدوام. وسل كل الأنام عن ابن موسى ووالد جعفر نعم الإمام، فتخبرك المنارة كل يوم إذا حان الأذان على الدوام. فتشهد بالولاية في جلاء لصنو المصطفى راعي الذمام. وإني لا أشك بيوم حشر تكون وسامه خير الوسام. أبا عبد الرسول جزيت خيرا وعافاك الإله من السقام، ومتعنا بطول بقاك فينا لتروي من معينك كل ضامي. وإني في لسان الأهل أشدو بشعري لا أبالغ في كلامي، ففي الياسين شبان وشيب وأبناء الحمولة من عمامي. نجل مقامكم إذ أنت أهل لكل فضيلة من كل سامي. يراعي لا يطاوعني، يطاعي لا يطاوعني لغصر، فكيف الحال يا أعلى المقام. فقد من جاء في التاريخ قول إذ الميسور يكفي للكرام. أقدمه وأصحبه بعذري وأرجو أن تحقق لي مرامي. وتم القول يا ذا الفضل دوما، وأختم للقصيدة بالسلام. وللمختار والكرار صلوا، وأهل البيت والشأن العظام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.